Hossein Salem came to Switzerland and was looking for to set up an office. هي جات له هو جه سويسرا كان عايز يفتح مكتب وبالتالي حد من أصدقائه رشح له سوفي إنها تبقى ما هي اللي تبتدي تعمل المكتب ده وتعمل له وجود. راحت واشتغلت معاه ومن ساعتها وهي مساعدة شخصية لي أو مديرة مكتب في سويسرا. لا هي بتقول هي اشتغلت معاه personal assistant وبرضه بتراعي حاجات في شؤون عائلية مش بس في الشغل مدة طويلة وكانت انفولف في حاجات كتير خاصة بشغله كله ولكن ما تقدرش تقول عليها انها الصندوق الاسود. When I came to work here in Egypt I have worked 16 years in هي اشتغلت هنا في شرم الشيخ 16 سنة متواصلة وبعدين كانت الأمور كويسة بعد الثورة ما حصلت ابتدت المشاكل جم قالوا لها احنا خدي اجازاتك المكومه بقت تاخد اجازاتها تسافر شويه بره ما بين سويسرا وتيجي وهولندا وتيجي والاخر قالوا لها احنا مش عايزينك خالص ومش هندفع لك اي مستحقات حتى ليها كان هي مميزات معينه مكتوبه في العقد تاخدهم تذاكر طيران حتى تنقل مفروشاتها حاجات كتير قالوا لها مالكيش عندنا اي حاجه في الدنيا. And that was a very short conversation and he told me that he would contact me. هي حاولت تتصل بي مرة واحدة في أوروبا وقال لها هبقى أكلمك تاني وبعدين من ساعة مبارك ما ساب الحكم وكده ما سمعتش عنه أي حاجة حتى لغاية دلوقتي لغاية الآن. The thing is I was promised المفروض في الكونتراكت بتاعها انها في وقت تتقاعد فيه معين هم فجاه قالوا لها هو كده وقت التقاعد بتقول لك ما ينفعش ان بعد 38 سنه شغل تترمي كده وخلاص باي باي زي قطعه كليلكس انت بترميها من هنا فكرت انها تجيب محامي وترفع عليهم قضيه كانت محتاجه محامي ودورت ولقيت احسن محامي موجود في مصر متر شعبان. You can always discuss money. You always. I don't want to say you always want more. هي مبسوطة جدا إن ده حصل، رد لها جزء من الاعتبار من كرامتها، وبدل ما هي حاسة إن حتة كلينكس مهملة، حست إنها وردة ومفتحة بتقول للناس أنا هنا، وطبعا ده بفضل القضية اللي رفعها المتر شعبان، وطبعا مبسوطة وسعيدة جدا وإن الحكاية دي خلصت و And that's it. وده كل حاجة يعني. خدت منها كل الأوراق المهمة وهي الحقيقة كانت محترمة جدا وقالت أنا عندي أسرار كتير لكن أنا هفضل محترمة عشان أنا أعرف الشخص دوت وعلى علاقة بيه وأسرته وبعيلته لكن مش هتكلم إلا في حدود القضية بتاعتي. واستغربت انه حسين سالم عمل معاها كده لانه كانوا بيقولوا عليها الصندوق الاسود وتعرف كل اسراره فازاي ما يخافش منها يعني فيظهر انه كان عارف انها امينه ومش هتتكلم في خصوص الاسرار اللي هي تعرفها. بدانا في القضيه تقريبا سنه 2012 2013 يعني بعد الثوره بسنه وطبعا القضايا العماليه دي بتاخد وقت طويل جدا وراحت خبراء ورجعت الحمد لله قدرنا نثبت رغم ان احنا كان عندنا طبعا صعوبات وترجمه وطبعا حسين سالم عنده محامين برضو كويسين وكانوا بيحاولوا باي طريقه انهم يضيعوا حقوق هذه السيده وحاولوا يقولوا انها تركت العمل وكلام يعني من هذا القبيل عشان ما يقولوش انها فصلت تعسفيا لكن ما عرفوش يثبتوا واثبتنا حقوقها امام الخبير وطبعا صدر لينا حكم اول درجه وانا كنت سعيد بالحكم ده جدا واستأنفت والطرف الثاني استأنف وتكتمت هذا الخبر قلت لصوفيا فقط لكن قلت لها ما تعرفيش حد وتعاملي بهدوء عشان هو ما ينزعجش ويعمل مشاكل او بتاع او خلينا ماشيين زي ما احنا ماشيين وفي استئناف اتأيد الحكم اخيرا واحنا حصلنا على الصيغه التنفيذيه الحمد لله
وهننفذ. وانا يعني انا متوقع انه مش هيعارض في التنفيذ، لانه المبلغ ده كان مبلغ كبير بالنسبه لها، الا ان هو 120 الف فرنك سويسري مش بالنسبه له هو ولا حاجه، مش هيحب يعمل صداع لنفسه ولا مشاكل ولا بتاع، خصوصا انه تصالح مع الدوله ومع النظام.